إدراك الخطورة التي يواجهها العالم من خلال تغير المناخ سامح، وأهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق القدرة لدول العالم على مواجهة هذه التحديات، حيث أنها تؤثر على حياة المواطنين العاديين، على القدرة على استمرار جهود التنمية وعلى مستقبل الأجيال القادمة. It is an honor and a pleasure that Egypt hosts COP27 as a recognition of its determination over the years to support climate action and to undertake its responsibilities, being fully cognizant of the importance of dealing with climate change in an effective manner. والتعامل مع التغير المناخي بشكل فعال من خلال العمليات متعددة الأطراف التي تقدم الفرص لكل الأطراف لتتحمل مسؤولياتها لمعالجة التحديات التي تؤثر على البشر العاديين وأرزاقهم. لذا يجب أن يتم التعامل بشكل جماعي حتى لكي نحافظ على هذا المناخ للأجيال القادمة. يجب أن أقول أنني راض عن عملية المفاوضات والتشاور التي حدثت خلال هذا العام بمساعدة رئاسة COP26 وفريق معالي الوزير تشاما والفرق التي كانت منخرطة في عملية التفاوض والعمل الناجح الذي تم من أجل إطلاق COP27 وقضية الأجندة التي تم تبنيها بشكل يتسم بالسلاسة، وكان هذا بعد فريق الرئاسة، ويسعدني تبني فقرة في الأجندة يتعامل مع قضية الفقد والخسارة، وهذا يتماشى مع غالبية المجتمعات وما يجب أن يتم معالجته بشفافية، وهذا بسبب ما نراه جميعا خلال هذا العام من خلال النتائج والتداعيات المتعلقة بتغير المناخ والتي أثرت على الملايين عبر أنحاء العالم. أنتهز الفرصة أيضا لكي أرحب بالمدير التنفيذي لمؤتمر الكوب وأشكره على مسؤولياته وتحمله المسؤولية، وأيضا أثني على حرفية الأمانة العامة التي يترأسها والتزامه وإصراره وخبرته وحكمته، وهي كانت أمر شديد الوضوح في للرئاسة وللعملية بشكل عام. أرحب به كثيرا وأتطلع للعمل مع سيادته من عبر هذان الأسبوعين وأثناء الأعوام القادمة، أثناء العام القادم الذي تتولى فيه مصر مسؤولية التالية حتى تسلمها للإمارات العربية المتحدة. أشكركم وأتطلع للإجابة على أي أسئلة. شكرا سيدي الرئيس. الآن شكرا أليكس، وأرحب ترحيبا حارا بكم جميعا وأشكركم سامح. أشكرك على كلماتك الرقيقة، ويجب أن أشكر فريق الأمانة العامة. كان هناك عمل شاق على مدى العام الماضي، وأيضا أثني على العمل الذي تم في الأسابيع القليلة الماضية حتى وصلنا لإجراءات وإنهاء إجراءات التجهيز للقمة. لم أكن أنتوي أن أعيد ما قلته من قبل في كلمات الافتتاحية، ولكن من الواضح أن العالم يحتاج لأن يحشد جهوده لمواجهة الأزمة التي نمر بها، ولهذا فنحن هنا في هذا الوقت الحرج جدا، وإنها لفرصة لنا لكي نكون قادرين على أن نضمن
نضمن أن نوجد مساحة سياسية من خلال هذا الجمع لكي نركز على القضايا المتعلقة بمعالجة أزمة المناخ، وهذا إذا ما كنا قادرين على القيام بهذا فإننا سيكون لدينا فرصة لكي ننتقل وننجز الأجندة الخاصة بالكوب في تلك الأوقات الصعبة، وحتى نستطيع أن نتحد جميعا لتحقيق الخير الأعلى للجميع. أستطيع أن أرى أن هناك أيضا مناطق اهتمام مشترك، الوفود والأطراف جميعا تحتاج أن تقرروا ما هي الأمور السياسية، كيف يمكن للسياسة أن تقرر في العمل التقني التي نحتاج أن نقوم به. يسعدني أنني منذ عدة أسابيع كان لدي رؤية خاصة بالعمل الجماعي الذي نحتاج أن نقوم به جميعا، والعمق والمعرفة والمهارات الموجودة في مجموعة تريبل سي كانت قوية بشكل لا يصدق. وأيضا نحن مهتمين بالتنفيذ، وسوف ندعم جميع الأطراف لكي تتحدوا وبكل الطموحات الممكنة في كل المسارات الخاصة بالمفاوضات. إذن في اليومين التاليين سوف نركز على تنفيذ قمة المناخ والشق رفيع المستوى، وأن يكون هناك موائد مستديرة يجتمع فيها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، حيث أنه يوجد حوالي 110 رئيس دولة سوف يكون حاضرين في اليومين التاليين. أيضا هناك شراكات رفيعة المستوى وسوف تكون موجودة غدا لدفع التعاون الخاص بالمجتمعات لتقديم التقليل اللازم والمطلوب لانبعاثات الغازات ونصل لمستقبل مستدام. سوف أركز على الأسابيع التالية وما بعدها على الحاجة لأن يكون هناك فعل مباشر وفعل عاجل لمواجهة المشكلات في كل الأمم وكل الأقاليم وكل الدول. وأوجه حديثي للجميع في كل مكان وفي كل يوم، وأن نقوم بكل شيء يمكن، وإن الانبعاثات لم تنخفض بالسرعة المناسبة والتخفيف لم يحدث بالشكل المطلوب، ويجب أن نؤكد أن لدينا عالم أكثر أمانا، والصمود لا يتم بالشكل الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التغير المناخي. أيضا التكيف يهدف إلى تقليل الخسارة والمعاناة. هذه الأمور الخاصة بالخسارة والفقد يجب أن يتم معالجتها. إن دولنا وبصفة خاصة الدول الأكثر ضعفا والأقل نموا يجب أن يتم دعمها لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ. إذن التمويل وهو كما هو دائما هو قضية مهمة جدا لتحقيق الهدف الخاص بمواجهة الأزمة. وأيضا يجب أن يكون هناك نوع من المحاسبة الذي يجب أن يتم تقويته لتحقيق نوع من الثقة والتضامن، وأيضا تحقيق الأهداف الخاصة بالعمل المناخي. فيما يتعلق بالقيادة التالية للسيد سامح شكري لقمة المناخ، فإننا نقول أن يجب أن يكون هناك مسؤولية مشتركة حتى نستطيع أن نقدم حياة أفضل للأجيال القادمة، وأن يكون لدينا نتائج إيجابية وناجحة. أشكركم جميعا ومستعدين للإجابة على الأسئلة. Thank you very much. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا السكرتير التنفيذي. هل يمكن أن تقدموا أنفسكم والمؤسسة الإعلامية التي تنتمون إليها؟ وتكونون في حاجة للانتظار حتى تحصلوا على الميكروفون. دعوني أبدأ بالصف الأول، الرجل ذو القميص الأزرق.
الميكروفون سيأتي إليك. Seth Borenstein, the Associated Press. هيئة أسوشيتد بريس، أشكرك سيدي. فيما يتعلق بالنظر إلى هل يمكن أن تلقي بعض الضوء عن العناصر الخاصة بالخسارة والفقد والخسارة، وما هو الاتفاق الذي سوف يتم حول هذا الأمر في الأجندة، وهل يمكن أن يكون هناك مزيد من الأمل لإيجاد أو للحصول على بعض النتائج بشكل عام؟ وبمعنى آخر، هل يمكن أن نرى ضوءا في آخر النفق فيما يتعلق بهذا العنصر في الأجندة؟ شكرا. بالتأكيد هناك، يجب أن يكون هناك ضوءا في آخر النفق. نحن منذ عدة أسابيع كان لدينا مناقشات حول الخسارة والدمار وتبني هذه الفقرة فيما يتعلق بالأجندة والأطراف المختلفة التي يجب عليها اتخاذ إجراء بناء نحو هذا الأمر. هذه نقطة مهمة جدا ونقطة صعبة يتم التعامل معها عبر أعوام، حيث أن الحقيقة وكما قلنا باعتبارها عنصر مهم في الأجندة. فإن ما أشجعه وما آمل فيه هو أن تستمر الأطراف في الدفع قدما لإيجاد مناطق وقواسم مشتركة لكي نبدأ العمليات التي من خلالها نستطيع أن نتقدم للأمام. وإذن على حسب ما عرف قد رأينا عبر الأيام الماضية أن هناك مناقشات جيدة حول هذه الأمور الحيوية لم تكن هنا من الصف الأول. الشخص الذي جريدة الأهرام العربي، سؤالي للوزير سامح شكري. لقد نجحت مصر في هل نجحت مصر في كوب 27 في وضع مسألة الخسارة والدمار، ولكن ما هي أدوات التمويل الخاصة بهذا الأمر؟ هل ستكون مثل قضية المائة مليون دولار التي لم يتم تنفيذها، أم أن هناك أخرى؟ وشكرا. بالقطع فيما نحن نعتبر هذا نجاح للأطراف وللعملية كلها، إن هذا يتوج عملية طويلة من المشاورات وبصفة خاصة أثناء العام الماضي، وهذا تم تتويجه في هذا. أخيرة بهذا النجاح، وهذا كما قاله الأمين التنفيذي دليل على النضج والحكمة والاستعداد للاعتراف بضرورة الإقرار بضرورة تصدي لهذا الموضوع الهام. وليس من المناسب أن substantive content، هذا المحتوى الأساسي لعمليات التفاوض التي نحتاج لكل شخص أن يكون لديه أمل وأن يكون هناك إطار زمنيا لكي نصل لما نصب إليه، وأن يكون هناك أيضا إرادة سياسية، وهذا ما كان واضحا من خلال وضع هذه الفقرة وتضمينها في المفاوضات والتالية الخاصة بالقادة التي سوف تأخذ هذا الأمر في الاعتبار، وهذا يشمل كل الأطراف. وكل ما نقوم به يجب أن يكون على أساس من جهودنا المشتركة وألا نترك أحد في خلف الركب، وهذا سوف يؤدي بالطبع إلى نجاحنا، وهذا ما نصب لتحقيقه. السيدة في الصف الثاني ذات القميص الأبيض. Hello, Hannah.
أنا هنا توماس. أنا هنا توماس بيتر من سكاي نيوز. ما هي مخاوفكم مما سيأتي على المسارات القادمة في التعامل مع تلك المبادرات؟ كما يعلم الجميع فإن الموقف الجيوسياسي الذي يرتبط بالأزمة العالمية، وهذا يعني أن هناك العديد من الأعباء وهناك العديد من الأمور التي يجب معالجتها والتي قد تتأثر من خلال هذه الأجواء الدولية، وهذا أمر لا يجب أن نسمح به، لا يجب أن نسمح للظروف التي نواجهها اليوم. وبالمقارنة بالتغير المناخي الخاص بالعالم كله، هناك نقلة نوعية يجب أن تكون موجودة. التغير المناخي وتأثيراته أمر حيوي، أمر مصيري يجب أن يتأثر التقدم الخاص بتحقيق الالتزامات المرتبطة به. ويجب أن لا تؤثر أي ظروف وألا نعتبرها مبررا للتأخر أو التباطؤ في تحقيق الأمور الخاصة بتغير المناخ. هذه هي الأولوية الأولى للعالم كله، للمواطنين الذين يتأثرون. فقط هذا العام رأينا درجة التأثير على البشر في باكستان. هناك الملايين الذين فقدوا منازلهم، وهناك الحرائق التي حدثت وموجات الحر التي حدثت في الولايات المتحدة، وكل هذا كان هناك نوع من الخسارة المادية التي يجب أن نركز عليها. وبالتالي هذا يستدعي أن نركز على التزاماتنا وأن نصل إلى أهدافنا بخصوص صفر انبعاثات، وهذا مرتبط أيضا بقضايا التكيف. إذا لم يحدث هناك تكيفا فإننا لم نساعد الدول النامية لكي تقوم بإجراءات التكيف والتخفيف، فإننا سوف يكون هناك نوع من التباطؤ، وليس هناك مجال لأن يحدث هذا الأمر، ويجب تحقيق أهدافنا. أعتقد أن الرئيس شكري قد أوضح الأمر بشكل كبير جدا. قضية الأولويات، وحين ننظر إلى الأزمات التي تحيط بنا جميعا، فإنه من المهم أن لا توجد أزمة واحدة لها نفس أهمية التغير المناخي. التضخم، تكلفة المعيشة، الأزمات المختلفة، كل هذا سوف ينتهي، ولكن كما يقول لنا العلماء ما سيبقى، وكل مجتمعاتنا في كل أنحاء العالم سوف يتأثرون بالتغير المناخ الذي سيسوء. إذن هناك حاجة لأن نركز ونعيد التركيز، وهذه الفرصة التي يمنحها هذا الكوب لكي نركز على ما يجب أن يتم فعله وكيف يتم فعله، والحاجة للقيام بالأفعال. يجب أن نتقدم الأمام ولا يوجد أي شيء يعطلنا، وهذا ما يتم مناقشته هنا في شرم الشيخ ويجب أن يستمر. ومرة أخرى قد نحتاج يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، ولكن هذه الأطراف يجب ألا يتوقف جهدها أو عملها أبدا. السيدة في الصف الأول ذات الرداء الأبيض، ذات
Hello, my name is so I have a bit of a cold. Anne Marie from the Africa Report. أنا من Africa Report. سؤالي للسيد السكرتير التنفيذي والرئيس شكري فيما يتعلق بالخسارة والدمار الذي تم التحدث عنهم هذا الصباح. أولا ما هي الأسباب التي تدفع بعض الأطراف أن تقبلوا هذا المحتوى في الأجندة والأسباب التي تؤدي إلى اعتراض البعض الآخر؟ ما هي النقاط التي يجب استثمارها لإنجاح هذه القمة؟ أعتقد أن هذه ليست قضية جديدة كما قال السكرتير التنفيذي، فإن هذا الأمر قد تناوله عبر العديد من السنوات، وهناك مسؤوليات يجب أن يتم تضمينها حول هذه الفقرة التي تم إدراجها في الأجندة. هناك تغير في الأدوار التي يتم لعبها، وحدث نوع من الحراك في الفترة الأخيرة، وهناك نحن في حاجة لأن نستغل هذا الحراك وأن يكون هناك نوع من المساواة والثقة بين كل الأطراف فيما يتعلق بالتعامل بشكل عادل مع قضايا المناخ. وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز ما هو بعد ذلك وأن نتطلع إلى التطورات الإيجابية الموجودة بالأجندة، حيث أن هذه الفقرات تسمح للمزيد من المفاوضات والمشاورات الشفافة، وأيا كانت هذه النتائج فإننا يجب أن نصل إلى اتفاق وإجماع وأن نتميز بنوع من المرونة، وبهذا نستطيع أن نحقق أهدافنا. وهذه هي الطبيعة المجتمعية للجهود التي نقوم بها. شكرا. أركز، لن أتحدث كثيرا، ولكن أركز على بعض الأمور. هناك بعض الأمور الواضحة من خلال تلك المناقشة. هناك يجب أن يكون هناك ثقة بين الأطراف المرتبطة بقضية المناخ، وهناك عديد من الأمور التي يجب أن تحظى بأهمية في الأجندة. أيضا نتحدث هنا عن جودة المفاوضات التي ستتم عبر الأسبوعين القادمين، وهناك هذه قضايا معقدة. أستطيع أن أقول أنها قضايا حساسة وخطيرة. نحن هناك قضية معالجة الخسارة والدمار أو التلف. إذن يجب أن تنخرط جميع الأطراف في معالجة تلك القضية. السيد هنا في الصف الرابع. شكرا. أنا من كومون بريف. لدي سؤال حول الولايات المتحدة والصين. ما نحتاج من هذان الطرفان بشكل خاص أن ينخرطوا في المفاوضات لمساعدة الدول الأكثر ضعفا والمتأثرة بالتغير المناخي؟ سوف أقترح أن ننظر إلى كل الدول وما تحتاجه كل الدول لكي نجلس على طاولة التفاوض فيما يتعلق بأن نصل
إلى إجراء تتفق عليه كل الأطراف لكي حيث أن أغلب الانبعاثات تأتي من الدول المفوقعة على اتفاقية F20 والدول المشاركة. وهناك نسبة نحتاج للتكنولوجيات التي نستطيع من خلالها معالجة قضايا المناخ، ومن المهم لهذه الأطراف أن تتعاون. ومرة أخرى هناك مساحة من خلال عملية الكوب لكي نسمح لتلك الأطراف ونمنحها فرصة لكي تحقق نوعا من التعاون لتحقيق الالتزامات الوطنية والتي يجب أن تلتزم بها جميع الأطراف. The gentleman here, second row. السيد هنا في الصف الثاني. محمد يوسف The Egyptian Radio. My question to الخارجية المصري رئيس المؤتمر حسنا فعلت مصر حينما تقدمت بطلب نيابة عن القارة الأفريقية لاستضافة كوب 27. الجميع يعلم أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تخفيف الضغط الخاص بالتغيرات المناخية عن القارة الأفريقية، في ظل تأكيد القاهرة الدائم أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من تأثير وتداعيات التغيرات المناخية، في ظل أيضا أن القارة هي الأقل في الانبعاثات الغازية. السؤال الآن معالي الوزير، ما هو نصيب القارة الأفريقية في كوب 27 من حيث الدعم الخاص بالتمويل أو دعم التكنولوجيا أو التحول إلى المشروعات الخضراء الخاصة بكوب 27؟ كما تفضلت، بالتأكيد أنه دول القارة الأفريقية الأطراف من الدول التي تعاني وتأثرت بالتغيرات المناخية إلى حد كبير، ولن تسهم في هذه المشكلة وإنما تعمل في نفس الوقت وأبدت الاستعداد للاطلاع بمسؤوليتها في مواجهة التطورات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، ولكنها تحتاج أيضا إلى الدعم في إطار قدرتها على التكافؤ أيضا اطلاعها بمسؤوليتها فيما يتعلق بالتخفيف. تأكيد أنه قضية التمويل هي قضية هامة، قضية الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة حتى تستطيع الدول الأفريقية أن تستمر على مسارها نحو التنمية المستدامة، نحو رفع مواطنيها من خط الفقر، والعمل على استمرار المساهمة الإيجابية في الجهود الدولية. والدول الأفريقية هي طرف أصيل في العملية التفاوضية، لها الاهتمامات بكل القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وتسعى بأن تكون المشاورات والمفاوضات الحالية داعمة لإمكانية اطلاعها بمسؤولياتها ومهامها، وأن يتيح المؤتمر بصفة عامة والفعاليات المرتبطة به والمبادرات التي سوف تطلق خلاله، ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال ومنظمات التمويل الدولية والمجتمع المدني في طرح الحلول في الاستعداد لنقل التكنولوجيا التي تتيح للدول الأفريقية والدول النامية بصفة عامة تعزيز قدرتها على التعامل مع قضايا تغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالتخفيف أو التكيف، واستمرار الإسهام الإيجابي في المفاوضات فيما بين الأطراف. So we have time for one more question. لدينا وقت لسؤال واحد فقط. السيدة هنا في الصف الثاني. Thank you. Thanks for doing this. شكراً.
Secretary Steele, you mentioned the group of G20 countries. There's a number of leaders from the G20. فيما يتعلق بالتفويض الخاص ب 22 مجموعة 22 والدول الخاصة مثل الهند والصين والتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذه القمة، وهناك بعض المبررات الخاصة بعدم وجود قرارات محددة. كيف يمكن أن نستمر في الانخراط في هذه العملية الخاصة بالتنفيذ، وكيف يستطيع القادة أيضا أن يستمر في عملية التنفيذ وحين ننتقل إلى مرحلة التنفيذ؟ إذا ما كان لدينا كل قائد وكل هيئة ممثلة في الكوب، وهذا الكوب يوجد لدينا عدد كبير من القادة، وهذه إشارة إيجابية. القيادة هي أمر مهم جدا، سواء كانت على المستوى المحلي وأيضا القادة يلعبون دورا كبيرا في تنفيذ الأجندات المحلية الخاصة باتفاقية باريس. وهذه هذا المؤتمر يمثل فرصة لنا لكي نركز حول كيفية التعاون ومشاركة الخبرات، وأنا أعتقد أن التحدي الذي نواجهه هو ما الذي سيتم تنفيذه عبر اليومين القادمين من خلال الموائد المستديرة، وما هي الإجراءات وهي الجلسات الابتكارية التي سوف يتم من خلالها طرح مناقشات بين القيادات ويشاركوا أفكارهم فيما يتعلق بالعمل المناخي والتمثيل الموجود في هذه الطاولات المستديرة. سوف يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية وأفكار واضحة حول العمليات التي يجب أن تتم، وأن يكون هناك توجيها سياسيا للمفاوضات. إذن فيما يتعلق بالتمثيل فإنه كافي بشكل كبير إلى حد كبير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لوجودكم. دعوني أتحدثكم عن بعض الأرقام. اليوم كان هناك عدد كبير من المشاركين، هناك حوالي أيضا 30,000 من المراقبين، وأيضا هناك ممثلي الجهات الإعلامية. وشكرا جزيلا. أرحب بكما، وأعتقد أرحب بكل هذه الأعداد، وأعتقد أن هذه الأرقام تؤكد على الاهتمام المتزايد من كوب إلى كوب والمحاولات الحثيثة، ونحن نرحب بكل الوفود والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة الذين يمثلون العناصر الأساسية لتحقيق التقدم، ونحن سعداء لكي نستقبلهم في شرم الشيخ ونستمتع بتلك البيئة التي سنصبو لأن تكون منتجة ومثمرة وتساعد على تحقيق المزيد من الاتساق، وأن يكون هناك مشاركة للرجال والنساء والأطفال والفتيات. أرحب بكم جميعا وشكرا.